فضيلة الشيخ، نود أن نعود لنفس النقطة، نقطة يمكن ما تسمى بالمجاهرة. في الآونة الأخيرة ظهر من بعض الشباب هداهم الله بعض المقاطع التي يجاهرون بها وهي مندية للجبين. حقيقة مؤسفة جدا أن تظهر من شباب أمتنا، أمة الإسلام، سواء هنا أو في الخارج. كيف ننصح الشباب ونوجههم في هذا الجانب؟ هنا لا ينبغي أن تقول أحتويه وتلطف معه، وهنا لابد أن يذكر حقا بالله، إن الله عزيز ذو انتقام. إذا بلغ الإنسان مبلغا أنه عياذا بالله يجاهر بالمعصية، يتجرأ على الله، فإن حق التخويف في حقه أولى من قضية أن تقول أريد أن أحتويه، أريد إلى غير ذلك من عبارات اللطف. هل هناك أسلوب معين في عملية التخويف، عملية التوجيه؟ لابد أن يذكر ببعض من انتقم الله عز وجل منه، لابد أن تسمع منه قواطع، يسمع منا قواطع وقوارع القرآن. هذه حالة ليست بعدها حالة. إذا وصل هو إلى الجرأة على الله والمعاصي، لا يمكن أن أتيه أنا برفق ولي، محال. إنما يبين حتى يقف الأمر، يعني يبين له الجادة حقيقيا، يبين له عظمة الله، حتى لو صار الإنسان يتبرأ منه، لأنه إذا تبرأت منه يقع فيه تأثير على قلبه وخوف وإجلال منه ما لم يكن أنت مسؤول عنه، مثل الوالد مع ولده يختلف الوضع. فلا يحق، يعني لا يكمل، لا يحسن، ولا يعني ينبغي أن تطرده من البيت، لأنه سيذهب إلى ما هو أدهى. لكن إمام المسجد، الداعية، العالم، الجار، الصديق، ليس مسؤولا عن أن يحتويه، ليس مسؤولا عن أن يأوي إلى بيته. لابد أن يسمعه عظات القرآن البالغة، لابد أن يذكر له أخبار قوم قد أهلكهم الله، وأن يعني يخبره بوضوح وجلاء البراءة منه، وأن يستطيع أن أرافقك، أن أمضي معك، أن أكلمك، وهذا حالك. وهذا حالك.